هل الفترة اللي فاتت ما هو بيتفرج على الدوري، هل ما مش حاطط البلان بتاعه ان يكون في واحد واثنين وثلاثة، ان انا مثلا اجي اختارهم الفترة اللي ديت لو وقع مني كذا اجيب كذا؟ ما هو كابتن ما هو حسن، لازم يبقى عنده البلان انا دوت. ممكن يكون حاطط عيني على حد انت ويبقى الفترة الفترة حاليا الفترة ديت ايوه مش هيلحق، بس كده كده ما هو كده كده انت مين من اللعيبه اللي موجوده في المنتخب لعبت ماتشات وديه؟ كلهم جايين من راحه، صح، اول ماتش ليهم مفيش يلعبوا. اصلا. نفس القصه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، بل اللعيبه اللي هي موجوده دلوقتي بدات تعمل فتره اعداد، بدات تلعب ماتشات وديه، بدات يبقى عندها ريتم شويه. ما هو عشان كده لجأ للعيبة المنتخب الاولمبي لما حد اتصاب، جاب احمد عيد اللي هو الباك رايت المنتخب الاولمبي، كوكا مع كريم الدبيس، كوكا هو البديل لمحمد حمدي طبعا عشان مشكله فتوح. خط الدفاع جاب طبعا اللعيبه المتاحه حاليا، وبدا النهارده بخالد صبحي لعيب من سيراميكا، وسام فيصل مهاجم المنتخب الاولمبي، ابراهيم عادل خلاص ما بقاش لعيب انت خلي بيتجرب، بالك ده لعيب بالقوام الاساسي خلاص. اللاعب بتاع ما شاء الله السيرد لعيب باك كبير بتاع المنتخب الاولمبي اللي هو دلوقتي راح الدوري عمر فايد. البلجيكي، عمر فايد عمر يعني فايد انا كان من وجهه نظري ده كان المفروض يبقى موجود في المعسكر اللي فات دوت. سيرد باك كويس، ولد جسمه كويس، بس انا عنده بشوف كورته كده برضو، كويسه، صح. فانت في حاجات كتيره لازم يبقى البلان بتاعك واسع، لازم الاختيارات بتاعتك تبقى طبعا كبيره، انت حر لازم تبقى ومشتك عندك كبيره، واحد اتنين صح. تلاته علشان لما تعرف ده هيقع منك ده كذا. وده من اهم اللعيبه اللي الفتره الجايه ممكن يكون موجود في المنتخب الفتره الجايه. انا صح، معاك، اللي هو عمر فايد. عمر عمر فايد فايد هو لعيب كويس وراح جدا دلوقتي الدوري البلجيكي. البلجيكي، طلعوه اعاره فنربخش. صح، اقول لك طلعوه، صح. طلعوه اعاره. انا في لعيب بالنسبه لي برضو اعتقد انه لما يرجع من الاصابه ان شاء الله ده هيكون اضافه كبيره جدا للمنتخب، بيراميدز. ها انا محمود عارف. مرعي لا كويس قوي، انا من وجهة نظري لعيب كان ما شاء الله لعيب بصراحه. كويس جدا. ده لو يعني بس في يعني ربنا يشفيه من الاصابات هيبقى اضافه لمنتخبنا الوطني وخلي بشكل بالك في كويس نص قوي. الملعب برضو مهند لاشين، وفي دونجا، في لعيبه كتير برضو لازم تاخد فرصه الفتره الجايه تبقى موجوده او قريبه. ما انتش في حمل فرص، انت في حمل ان انت تشكل تعمل منتخب ليه شكل بقى خلاص. تبقى يبقى عندك احنا قاعدين كده قبل الماتش عارفين مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب، نرجع نحفظ منتخبنا تاني يبقى ونحفظ عندك لعيبتنا. اللعيبه كلها موجوده عندك، اه لو طبعا ده وقع منك ده يبقى ده زي ما امام وقع، فانت بتروح جايب حد تاني باك رايت وتدخل الباك رايت اللي انت جايبه وتدخله في نص الملعب. فهي لازم تبقى عندك كل البلان بتاعك، يبقى لازم في كل المراكز. ده هو ده وجهة نظري يعني.